مساء الخير من شارع الحمراء. تميزت تجربة ابنة مدينة صيدا الجنوبية الدكتورة حياة الحريري بجمعها بين الجوانب البحثية والأكاديمية والتجربة الصحفية والعمل في المجال العام. مديرة مؤسسة ديالكتيك التي تعنى بالإعلام البحثي نشرت عدداً من الدراسات والمؤلفات، أبرزها كتابي شيرين أبو عقل سيرة صحفية بالتعاون مع محمد البقالي الصادر عن معهد الجزيرة للإعلام، وكتاب القيادة السنية في لبنان بروز رفيق الحريري الصادر عن دار زمكان. في هذه الحلقة من شارع الحمراء لقاء مع الباحثة في الإعلام والسياسة الدكتورة حياة الحريري حول الحدث الفلسطيني في جوانبه السياسية والإعلامية والبحثية، وحديث عن صيدا والجنوب وذاكرة المقاومة. الباحثة الإعلامية والسياسية الدكتورة حياة الحريري في هذه الحلقة من شارع الحمراء، أهلا بكم. مرحبا فيكم مجددا مشاهدينا في هذه الحلقة من داخل مقهى تحت الشجرة، للمرة الثانية بغضون أسبوعين تحت الشجرة، لكن في القسم الداخلي بطبيعة الحال في هذا الطقس الحار. أرحب بالدكتور حياة الحريري مع قلة تعريف، الباحثة في الإعلام والسياسة. أهلا وسهلا فيكي دكتورة حياة. شكرا على استضافتك، نورتينا. الله يخليك. وشرفتينا في برنامج شارع الحمراء في هذا المكان الجميل تحت الشجرة. عجبك المكان؟ كثير حلو وجامع، يعني عندك هون المكتبة، الكتب، الموقع تعوله، الديكور ما بين القديم والحديث، هذا بحب يعني هذا النوع. في هيك طابع البساطة والأناقة بنفس الوقت، صح، وشي بيشبهنا نحن يعني. هلأ طبعا أخذنا الزاوية القريبة من المكتبة، صح، وفيها صراحة أسماء كتب حلوة، يعني أنا كنت قاعدين عم بتحضر عم بتفرج 100%. على كل حال خبرني ناجي المرة الماضية انه هيدي المكتبة يعني تقدري تقرأي فيها، وبترحب المكتبة بأي كتب وافدة. حلو، هيدي دعوة للجميع للقراءة ولتبادل الكتب وتبادل المعرفة، ونحن كتير بحاجة اصلا لهالشي هلا بهالايام. اكيد، وبلس انه قصة بالمكتبة ويعني بقلب مقهى، هيدي بعتقد شيء كتير حلو، بيعمل شوي انتماء للمكان. فلا حلو، حتى انا بحب يعني الدكتيل والتليفون جريندايزر. ليش القديمه؟ ايه بتحبي جريندايزر؟ كنا نحضرهم نحن وصغار. خريطه العالم مبينت لك؟ لا ما مبينت لك. هلا شفتها. تختاري شيء بلد من خريطه العالم اذا قلت لك؟ لبنان وفلسطين. محسومه. ايه. فلسطين ولبنان، لبنان وفلسطين، على كل حال سيكونان حاضران اساسيان في هذه الحلقة من شارع الحمراء. بدي رحب مجددا بالدكتورة حياة الحريري، الباحثة في الإعلام والسياسة ومديرة مؤسسة ديالكتيك وابنة مدينة صيدا، صح، بوابة الجنوب، نعم، وعاصمة المقاومة. ورح نحكي عن صيدا، رح يكون لها حصة في المحور الثاني، حصة أساسية، صيدا والجنوب. انا كنت ناطر منك شيء الكنافه لقلهم قدام هيدا، بس نحن حكينا كثير تحت الهواء عن الكنافه. شفت الفرق، انتم بسموها كنافه، نحن بنقول لها كنافه. ايه، بس لا نحن اتفقنا بالحالتين. نحن اتفقنا انه انا بدي اكسبك عنا بصيدا، مهم الطعم، بدي اكسبك عنا بصيدا. اوكي، وبنعمل جو المخرج المناسب بقلب صيدا القديمه، وبناكل كنافه على الاصول يعني. هيك دغري من الصدر الكنافه دغري. يلا بس على صيدا. لكن على صيدا ايه. بس بدك ان شاء الله، ليش لا، بوقت قريب وبركي منصور شيء بصيدا. بدي اشير الى انه مؤسسه ديالكتيك الاسبوع الماضي وبرعايه رئيس حكومه تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، كانت المؤسسه نظمت مؤتمر هام بعنوان لبنان الدور والموقع بين الانتهاكات الاسرائيليه
والمواثيق الدولية. صحيح. 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 كان مؤتمرا، أنا حضرت لهذا المؤتمر وتخلله عرض فيلم مهم جدا، فيلم وثائقي مهم جدا عن مستشفى الشفاء. جرائم مدفونة هو هذا العنوان. صحيح. صح. من إنتاج منصة الجزيرة 360. صحيح. على ما أعتقد هي منصة حديثة على أي حال. الحضور كان جيد جدا، الأصداء اللي شفتها كان جيد جدا لهذه الفعالية. بدي يعني لك يعطيك العافية على هذا الجهد المهم جدا، واللي كان محل إشادة من كل الحاضرين. وكان في دعوة منك دكتورة حياة الحريري مباشرة، يعني مناشدة لرئيس حكومة تصريف الأعمال، توجهتي له بشغلتين أساسيتين. أولا كمواطنة لبنانية توجهتي بالشكر له، لأنك منذ اللحظة الأولى في هذه الحرب وحتى يومنا هذا أشعر، والكلام للدكتور حياة الحريري، بأننا أقوياء في لبنان رغم كل الانهيار والمشاكل الداخلية، بين حق وقوة المقاومة في الميدان وتضحيات الشهداء في الجنوب، وبين موقف وأداء الحكومة بشخصك، حيث تصر بكل مواقفك الداخلية والخارجية إلى الدعوة لوقف الحرب على غزة وتطبيق القانون الدولي. طبعا في جانب تاني رح أوقف عند هذه النقطة. برأيك من 9 أشهر إلى الآن كان الموقف الرسمي هذه المرة أفضل قياسا باستحقاقات أخرى؟ هو الأفضل، وأنا قلت بالكلمة الأرقى والأمثل. أنا عم قل لك يعني بكل صراحة وكتبتها، أنه كمواطنة لبنانية كنت عم بحكي لأول مرة أنا من سنين طويلة، من 96، وحتى أنا قلتها بالكلمة، أنه بشعر أنه في عنا سلطة بشخص رئيس الحكومة اليوم موجود، في أداء وطني مترفع عن كل الخطابات والانقسامات. أنا من أول لحظة بتحس أنه في دولة وراك، عارف كيف؟ وفي موقف هو داعم طبعاً مع خصوصية الموقع السياسي وموقع رئيس الحكومة لحق لبنان بالدفاع عن نفسه بكل الأشكال بما فيها المقاومة. وحكى على كل حال دولة الرئيس أصلاً بالكلمة اللي قالها، أنه أنا حذرت من تمدد هذه الجبهة للجنوب وقلت بتطبيق القرارات الدولية، ولكن نحن شعب، هذا الحكي لرئيس الحكومة، ما بيرضى بالاعتداءات الإسرائيلية. فبعتقد أنا شخصياً وفعلاً فعلاً فعلاً أنا تذكرت 1996 وقت حرب نيسان، وقت كان في الرئيس الشهيد رفيق الحريري برم العالم لإيصال صوت لبنان، أنه لبنان يحق له الدفاع عن نفسه، وقت تشرعت المقاومة كضمن المواثيق الدولية. ورحنا على تفاهم نيسان. أنا هيدا المشهد كتير تذكرته بهيدا الحرب، عشان هيك أنا توجهت له قبل ما قله الخطوة الثانية أو النداء إذا بدك، أنه صح نحن كنا عم نحكي قبل أنه هيدي يمكن الخطوة الطبيعية تكون أنه موقف الحكومة يكون وطني وجامع، وهذا الشيء الطبيعي، ولكن أنت عم تحكي نحن بعد سنين طويلة انقسام على كل شيء طبعا، ونحن ما عليه يعني حرب 2006 من سينيا، وكانت للأسف يعني بوقت الحكومة اللبنانية رأس حربي ضد المقاومة وضد توجه أكثرية الشعب اللبناني. فأنت اليوم لأول مرة في رئيس حكومة عم يجي يقول للبنانية تركوا كل الخلافات السياسية على جنب والانقسامات والاختلافات مع السياسة الداخلية وإلى آخره. اليوم في بلد اسمه لبنان بلدنا عم يتعرض لاعتداء إسرائيلي، ونحن بدنا نكون إيد واحدة، بعدين بنبقى بنشوف شو صار أو بنتحاسب أو بنتخانق بالسياسة وإلى آخره. اليوم في موقف واحد للبنان، فعشان هيك كان صراحة توجهت له وبعتقد أنه يستحق التحية. الخطوة الثانية كانت التوجه إليه أيضا بالدعوة لتفعيل صوت لبنان الرسمي والدبلوماسي في المطالبة بمحاسبة العدو الإسرائيلي على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية في غزة وفي لبنان، عبر مجموعة من الخطوات يعني يمكن الإشارة إليها، وأيضا العودة إلى كلمتك على كل حال، بتصور منشورة وكلمة يعني كل اللي كانوا مشاركين، لأنه في كلمات كانت مهمة أيضا دكتور. صح. بول مرقص بعتقد الحقوقي المعروف، لأنه هذا أيضا الموضوع يفتح الباب على موضوع مهم جدا، يعني أصلا فتح خلال هذه الحرب محاسبة إسرائيل على المستوى الدولي. صح. محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات الدولية، ولكن فيما يتعلق فينا بلبنان، وأشار بتصور يمكن بول مرقص إلى كم شكوى صاروا
من اول الحرب لهلا 100%. يعني ما في شك انه حضور الدكتور بول مرقص مشاركته بالفعاليه وهو مشكور، يعني انا بدي اوجه له مرتين التحيه من هون، شكلت اضافه بالمؤتمر، وحتى الحضور يعني كان جدا متفاعل معه لانه عمل شرح مفصل انه انا شو الاجراءات القانونيه اللي بقدر لاقدر حاسب العدو الاسرائيلي. ودعوتي لرئيس الحكومة هون أنه نحن اليوم كأداء على مستوى الحكومة رائع ممتاز، في عنا رائع السلطة. ممتاز أو طبيعي، يعني موقف الدولة حيث كما يجب أن يكون. مظبوط، ما هو أنا قلت قبل شوي هو هيدا الطبيعي، ولكن نحن عم نحكي بعد سنوات طويلة من الانقسام، وأنه الحكومة كانت طرف ما كانت، يعني انت معلش انا بحكي انا رايي الشخصي أكيد. لاول مره من سنين انا بحس انه عن جد في سلطه بلد، هيدا الطبيعي، ولكن رغم الانهيار ورغم الانقسام ورغم المشاكل الداخليه، ورغم انه يعني اذا بتطلع بالصوره الكبيره كل المؤسسات منهاره، ولكن بهالمعركه بهيدي الحرب لا بتحس في قوه. طيب. في حضور فاعل، هيدا الحضور أنا يعني مني خبيرة قانونية، ولكن اطرحت وبدي أشتغل حقيقة على هالموضوع مع الدكتور بول، مع في عدد من النواب أبدوا اهتمامهم بهذه النقطة، أنه عن جد نحن نطلب من رئاسة الحكومة كيف منقدر نفعل حضور لبنان الدبلوماسي، لأنه نحن موجودين. في ضعف بهذا المطرح؟ هو أنا كمتابعة ما شفت أنه في غير أنه وزير الخارجية، بس أنت عم تحكي على البعثات الدبلوماسية الموجودة برا. طب نحن اليوم فينا نجند كل الإعلام وكل علاقاتنا، عندك هيدا اللوبي اللبناني بالضبط، عندك مهاجرين، عندك مغتربين، هولي فاعلين بس وموجودين. بس هولي كمان إذا بدروح على الجانب الآخر من الصورة، هذا موقف لبنان الرسمي اللي عم تحكي عنه ممكن يستفاد ويبنى عليه حتى في الخارج أيضا، بمزيد من الضغط على إسرائيل، بمزيد من الخطوات التي تساهم ب عزلة إسرائيل اليوم بالعالم، ولكن فعليا كان بلبنان أو برا بالداخل وفي الانتشار كما يقال، الانقسام الطبيعي على ما يحصل في الجنوب حاصل طبعا، يعني تقييم الموقف صح انطلاقا صح من مواقف سياسية معروفة موجودة عم بتعبر عن حالة صح. بس أنا اليوم في رأي بيقول أنه لا، في اعتداءات إسرائيلية، ولكن أنتوا جريتونا إلى هذه الاعتداءات الإسرائيلية. نعم. أنتوا فتحتوا هذه الجبهة بـ 28 وعم بتقولوا علناً، وروحوا تحملوا التبعات. يعني ليك للأسف هذه موجودة وسمعناها، وللأسف بعد اليوم يعني عم نسمعها. بس بدي أقول شغلي أنه أنا يعني هذه بحطها كلها بسياق المناكفات السياسية. حق الناس تجي تقول انه نحن تسأل هل كان يجب انه نكون جزء من هالمعركة او لا، ولكن ايضا هي نفس الناس بتعرف انه العدو الاسرائيلي قبل 7 اكتوبر لما كان كل يوم عندنا جدارات صوت وخرق وتعديات على الحدود بالحدود البريه، وللامانه قبل 27 كنا ناسين جدار الصوت مثلا تاريخيا ما كان حدا يشوفه مثلا، يعني انه تاريخيا في عندنا ذكريات مع اسبوعيا جدار الصوت. ايه والطيران اولاد الجنوب نحن انا جزء اساسي بقول لهم لهلا ما بنسى، بس ربما كانت المعادله الردعيه مختلفه منعت. انا من زمان كان صوت الطيران بصيدا يرعبني، هلا ما بيهزني، بيطلع جدار الصوت. وانت بتعرف اخر فتره عم بصير كثير جدارات صوت بصيدا وبمنطقه الجنوب ككل، يعني عم يطلعوا عم باول دوز مثل ما بيقولوا، ولكن انا اليوم ولي اول مره انه ما بنهز، لانه عارفه انه الاسرائيلي رغم كل البروباغندا الموجوده لا يجرؤ وما قادر انه يعمل اكثر من هيك، ولو كان بيقدر كان عملها من اول شهر، لا نطر لا قانون دولي ولا امريكا ولا اي حدا. عم بيدمر مساحات وعم يقتل ناس ومواطنين. مزبوط، الشيء هذا هو عدوك انت. بس قصدي بما يحكى عن الحرب الشامله، أي. انه اليوم انت بتعرف جزء من البروباغندا ضد مشاركه المقاومه بهيدي الحرب انه انتم عرضتوا البلد للخطر، وانه لبنان بده يصير فيه اجتياح. هيدا انا بالنسبه لي من تاني شهر أو تالت شهر، أول شيء كنت ما بين كلنا كنا خايفين لأنه كانت الصورة مش كتير واضحة، ولكن بعدين ولحد هاللحظة أنا مش شايفة هيدا الموضوع. مش شايفة شو؟ أنه حيصير في حرب شاملة. هلأ للأسف هقلك ليه، الجنوب
يعني بحكم الجغرافيا يدفع ثمن هيدي المعركة اللي هي معركة الدفاع عن كل لبنان بالدرجة الأولى وأيضا معركة الإسناد لفلسطين. وأنا كمان مرة تانية على المستوى الشخصي ما بقدر أشوف حالي قادرة أفصل بين لبنان وبين فلسطين لعدة أسباب. يمكن ما حدا طلب الفصل بالمعنى التعاطف الطبيعي، لا حتى بالسياسي والعسكري، لكن بالعسكري يمكن هاي النقطة الأساسية إنه نحن ليه بدنا نورط حالنا فيها. أول شيء نحن ما مورط، صح، أول شيء أنت ما ورط حالك. أنت بعدنا كنا عم نحكي إنه الاعتداءات الإسرائيلية هي متواصلة معلي، يعني كل أسبوع 10 أيام كانت في من مجالك الجوي عم تنضرب دولة تانية اللي هي سوريا. طب هيدا منه اعتداء إسرائيلي؟ الجدار الصوت، الطيران، شو اسمه، كل شوي يجوا يعملوا شيء على الحدود مع فلسطين محتلة. طب هيدي كل اعتداءات ونحن منعرف انه الإسرائيلي، وهلأ عم يقوله على الإعلام انه هو كان في بحث وخطة انه اي قبل منبلش بغزة ولا منبلش بلبنان لحتى نعمل ردع. واكتر من هيك الاسرائيلي قال بوضوح وعلنا اخر فترة انه نحنا، وعملوا مؤتمر، بدنا نرجع نعمل مستوطنات، مش نحتل، نعمل مستوطنات. نعمل مؤتمر، ووزير المالية بعتقد الخريطة الشهيرة اللي حطها انه لبنان جزء يعتبر بالنسبة لهم من ما هن اللي بيعتبروه بسموه دولة إسرائيل. فأنت الخطر قائم، أنت ما فيك تفصل حالك اليوم عن فلسطين، مش بس بالمعنى، يعني هي بجانب منها جبهة إسناد وبجانب منها حرب دفاعية استباقية، ما في شك، حماية للبنان، حماية للبنان. وعشان هيك اليوم بعد كل اللي صار بغزة وصمود المقاومة وشعب غزة للأمان اللي يدرس، يدرس بكل المقاييس، انت اليوم مع النسق اللي عم يشتغل على اساس المقاومه وهيدا التصعيد التدريجي، لانه كمان المقاومه اثبتت انه هي حريصه تجنب قد ما فيها لبنان وحتى الجنوب قد ما فيها الدمار والاعتداءات. وبنفس الوقت انت لاول مره من 42 نحن قاعدين بارضنا وهن اللي فلوا وتهجروا وهن اللي لا يجرؤون على العوده الى بيوتهم، وانت بتطلع هيك بتطلع جنوب وبترجع تجي. اوكي، في ضيعة حدودية دمرت وضع يمكن اصعب من التاني، بس للاسف يعني هيدي الحرب. فيكفيني انا هيدا الذل اللي شفته. وبالمستوى التاني انا او معلي حتى هيدا لاول مرة من 48 جداً. انت قاعد عم تضرب الفكرة الاسرائيلية بالزبط. انه انت لا، عندهم بعقر دارهم، وانت اليوم اذا في قرار بالتصعيد انت فيك تفوت بكل بساطة، مش بكل بساطة، هي منها بسيطة، بس قصدي فيك تفوت. واليوم أصبح تحرير تحرير مرتفع. أنا ليك بهذه المعركة أصلاً أنا أثق بالمقاومة، كفكرة المقاومة بالدفاع عن لبنان ضد العدو الإسرائيلي بال 96 وبال 2000 حتى قبل، يعني 93 وعيت لها أنا كتير، ال 96، ال 98، التحرير، ال 2006، وهلأ بهذه الحرب. وحتى ما بين بين أنا جداً أثق أنه في عندي مقاومة ذلة الإسرائيلي. وأنا من الأشخاص اللي لو وجود المقاومة ما كانت قبل الحرب، هيدي بطلع على آخر نقطة من حدود لبنان وبوجه بيكون في بعد السياج، يعني الـ شو اسمه، الجيش الاحتلال، ولا بخاف ولا بنهز وبعرف أنه ما حيعملوا شيء. ليه؟ لأنه نحن باللاوعي تعاولنا معلي، هيدا كمان له ثمن، وهيدا كمان لازم يقال ولازم ينعطى حقه انه في مقاومه جاهزه، طبعا بالتعاون مع الجيش اللبناني اللي انا احترم واجل، ولكن نحن بنعرف مشكله الجيش اللبناني بموضوع التسليح. بالسياسه ناقش قد ما بدك واختلف قد ما بدك، ما حدا بيقول لا، كلنا عنا اختلافات واراء مختلفه بموضوع السياسه. موضوع الحرب مش بالسياسه؟ لا، ليش دايما بنقول بهيدا؟ لا، انا عم بسال. طبعا هيدا باساس السياسي، انك اليوم تروح على الحرب او ما بتروح على الحرب، انك تربط الساحات او تفصل الساحات، هيدا بصميم اول شيء بالقانون السياسي، صح. بس انت عندك ببيانك الوزاري في اعتراف بحق لبنان في المقاومه وبالمواثيق الدوليه كلها، طيب. كان بتحب مين عم بيقاوم او لا، اليوم المقاومه حق مشروع، وبالتالي نحن عندنا جزء من اراضينا بعده محتل،
وعندنا اعتداءات عم بتصير ضد بلدنا، فالمقاومة تحصيل حاصل. طيب. بالعكس إذا ما صار هيك أنا كنت طرحت السؤال إنه وينهم؟ 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 لو ما صارت هيدا الشيء. طيب الحرب الشاملة على لبنان تعني حرب تحرير فلسطين، هذا الكلام لإلك. مزبوط. ذكرتي بمقابلة صحفية سابقة. قبل ما أروح إلى فكرة تحرير فلسطين، وشايف أنا وراك علم فلسطين، ما بعرف شو في وراي، أنت شايفي أنا مش شايف. غسان الكنفاني المفكر والكاتب الرائع اللي نحن كمان وعينا على كتاباته، واللي مبارح كانت ذكرى استشهاده، واللي لسخرية القدر كمان اليوم مع غسان كنفاني ومعك ومع أهل غزة والجنوب لما اختلوا، شو قالت جولدا مائير؟ انه نحنا تخلصنا، بما معناه مش حافظتها للعبارة مظبوطة، بس انه شلنا تهديد كبير لإسرائيل يعادل كتيبتين عسكريتين. صحيح صحيح. لهيدي الدرجة كان أثر غسان كنفاني. 100%. هذا بفرجينا قديش الأدب مهم جدا. طبعا، والكلمة، وانت اليوم جزء من هيدي الحرب، هي حرب الكلمة، حرب الرواية. الصورة، حرب الرواية. صح. واليوم إن كلنا منعرف، للي بتابع وبيقرأ وبيفهم شوي، ولازم كلنا، وأنا مني وجر يعني بدعي حالي وبدعي الكل إنه نتعمق أكتر ونفهم العدو الإسرائيلي، إنه اليوم جزء أساسي من وجوده هو هيدي الصورة اللي هو بنى شرعيته عليها بالعالم كله، واللي اليوم انهزت وانكسرت. تهتز. وكسرت الصورة. طيب قبل ما أروح كنت بدي أقول على فلسطين، بس لأخلص من موضوع جنوب، بعدك على قناعة حتى هذه اللحظة بأنه الحرب الكبرى في لبنان أو الواسعة بمعزة عن تسمية لن تحصل؟ إيه لحد هذه اللحظة. واحد، اثنين، ثلاثة. لحد هذه اللحظة، لأنه ما في شيء ثابت بالسياسة، لن تحصل الحرب الشاملة. أول شيء لأنه المقاومة قدرت تفرض قوتها الردعية بشكل فاعل. الإسرائيلي اليوم إذا كان بده ينهي حاله في يعمل حرب شاملة، وما بعتقد هو، عفواً على التعبير، هو معتوه، بس بعتقد القوى اللي متبنيته مثل الولايات المتحدة والدول الأخرى بعتقد ما حيكونوا هالقد هن انتحاريين، وأيضاً أصلاً هن منهكين وهن خسرانين ميدانياً وعسكرياً بالحرب على غزة، وهيدي تعتبر غزة بقدرة المقاومة بغزة أقل من قدرة المقاومة بلبنان. فإذا غزة بعدهم 9 أشهر بهيدا المستنقع وما قادرين يعملوا يحققوا الأهداف اللي هن حطوها، وما قادرين يقضوا على قوة المقاومة ولا رح يقضوا عليها، لذلك بلبنان مستبعد ولا ممكن يعني بالمنطق ما تزبط، إلا إذا كان في قرار أنه بدك أنت تفتح حرب إقليمية بالمنطقة كلها، ساعتها هيدا موضوع تاني. لا هي لأنه كمان الحسابات هالقد معقدة وعم تتغير دائما، وبعتقد القوى يعني اللي العظمى أو الدولية يعني اهتماماتها بمحل آخر، في عندها ملفات يمكن. طيب، ولكن يخشى في المقابل من فشل بعد فشل، وواضح النماذج الباقية بجولات التفاوض باتجاه وقف إطلاق النار وهدن وتبادل الأسرى، وهذا يفتح الباب على مزيد من الاستنزاف. يعني صح. نحن نتحدث أنا وأنت الآن عن حرب عمرها أكثر من 9 أشهر، دخلنا في قبل أسبوع في الشهر العاشر. من كان يصدق بأننا سنتكلم عن غزة بعد 9 أشهر؟ مظبوط. وهون يعني قد نذهب إلى خيار الاستنزاف الطويل. مظبوط. وأنا بقول لك هون كلنا بأول الحرب يمكن أخطأنا بالرهان على النفس القصير للإسرائيلي. يعني أنا من أشخاص بوضوها شهر شهرين وبتخلص، لأنه ما في خوض حروب طويلة. بالضبط. لا طلع أنه مستعد يضحي، لأنه كمان هون بنرجع لطبيعة ما حصل في 7 أشهر. طبيعة ما حصل، وهن سموها حرب وجودية وحرب الاستقلال الثانية. هيدي كمان هيدي التسميات منا هيك تنكب على الإعلام وعلى الهوى. تبعات اللي يعني أهمية اللي صار بهيدا الموضوع بسبعة تشرين اللي عملته المقاومة في غزة، وتبعات انك انت هذا الجيش الذي لا يقهر، هيدي الكذبة واللي نحن كسرناها اصلا بلبنان، بس هلأ عم تتثبت اكتر، وخاصة لهيدا الجيل الجديد اللي عم يعني ينشغل عليه لحتى ينضرب انتمائه وهويته. اليوم انت عم تشوف انه في مجموعة لليوم انت ما عم او عم تمنع عم تفشل المشروع الاسرائيلي، أولاً بكسر المقاومة، ثانياً بتهجير
أهل غزة، وأيضا في صمود فظيع للشعب الفلسطيني بغزة، وحقيقة هيدا برجع بقول أنه يدرس. بدي على كل حال، أنت أكاديمية ومدرسة ومدربة أيضا، وهلأ رح أحكي بعد شوي على بعض الجوانب اللي علاقة بالأبحاث والبحوث والأداء الإعلامي أيضا في هذه الحرب. بس خليني أروح على فاصل أنا وياكي. بتكفي شرب قهوة؟ عجبتك القهوة؟ كتير طيبة، عجبتك كتير طيبة يعني حرف. أنا من القهوة هلأ أرجع أجي أكتر لهو. أوكي جميل، دعاية حلوة يستاهلوا. قهوة أصلية. عم تشوف قديش المكان لطيف جدا، اللي ظاهرين واللي فايتين هيك قرب الشارع والشجرة. ايه اكيد تحت الشجرة. تحت الشجرة. بعد الفاصل مشاهدينا، عودة إلى تحت الشجرة شارع الحمراء مع دكتور حياة الحريري. أهلا وسهلا فيك. بعد الفاصل. كفي معكم مشاهدينا من داخل مقهى تحت الشجرة في شارع جندارك في منطقة الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت. بترحب مرة أخرى بالباحثة في شؤون الإعلام والسياسة دكتور حياة الحريري. أهلا وسهلا فيك. أنا بدي روح إلى الجوانب، بعض الجوانب الإعلامية وربما الإعلام البحثي أيضا اللي يمكن يكون مفقود، مش مفقود بس ضعيف مش بس بهذا الاستحقاق الضخم الكبير اللي هو عم يحصل اليوم في فلسطين، ولكن لأنه هذه فرصة مهمة جدا لتغيير وتعديل المقاربات. بس بدي روح من بوابة ومن وجه كتير بيعني لك، لا أحكي عن الإعلام وهذا الموضوع، من هذه الكلمات رح تعرفي من مين. ليس سهلا ربما أن أغير الواقع، لكنني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم. نعم. أنا شيرين أبو عاقلي رحم الله، شيرين أبو عاقلي التي طبعا استشهدت قبل أن ترى كل ما يحصل الآن، وكأنها دائما حاضرة، وكل زملائها حكيوا ربما بنفس الطريقة وعبروا بنفس الطريقة لو أن شيرين كانت حاضرة. والرحمة لأرواح كل شهداء الصحافة في غزة وفي جنوب لبنان الذين تجاوز عددهم أو قارب عددهم 160 على كل حال. يعني أكون حذر عندما أتحدث عن الأرقام لأنه للأسف دائما الأرقام تتغير بطبيعة الحال، هذا رقم قياسي على أي حال. شهداء الصحافة في غزة في كل حروب العالم. شيرين أبو عاقلي، ليش هالقد في تعلق بشخصية شيرين أبو عاقلي؟ هو شو القصة؟ ما بعرف قبل الاستشهاد لا اللي أخذك هلأ بنحكي على كتاب عن سيرة مع شيرين معهد الجزيرة. صحيح, صحيح. ليك يعني ما بعرف، أنا سألت حالي نفس السؤال أنه أوكي أنا من الأشخاص اللي بحكم متابعتي واهتمامي بموضوع فلسطين وبتابع الجزيرة، تغطية الجزيرة بفلسطين دايما، بعرف تغطية شيرين وكنت بتابعه إلى آخره، بس كان عادي يعني هي من الأشخاص المهنيين اللي منحب تغطيتها وإلى آخره. لحظة الاستشهاد ما بعرف ليه، ما عن جد ما بعرف ليه، كأنه حدا ضربني كف إنه لا، يمكن لأنه أنا قبل هيدا قبل الاستشهاد أنا كنت واصلة لمحل كنت عم بطرح على حالي أسئلة. أول شيء أنا كنت بعيد شوي عن الإعلام، وأنت بتعرف يعني في فترة أنا من الفترات بطلت أكتب بالجريدة كتير. رحت بالجهة الأكاديمية أكثر، رحت بالجهة الأكاديمية يمكن كنوع من وكنت أقول لهم لطلابي أنه أنا بحيي حماستكم وبحيي بالجامعة وبحيي أنه أنتم عن جد شايفين أنه بتقدروا تعملوا شيء، لأنه كنت واصلة لمحل في نوع من علامات الاستفهام أنه فينا نعمل شيء؟ هل هذا الشيء بغير بالإعلام؟ مع أنك يعني أستاذة إعلام. مظبوط. وهون كانت الفكرة يعني أنه بموضوع فلسطين مش بشكل عام، ما بحكي بفلسطين تحديداً، لأنه كان التطبيع نبلش والأمور كانت ساحبة والعالم بتحس كانت خلص أنه خلص شو الموضوع. نعمل؟ إيه أنه كأن العالم استسلمت للأمر الواقع. ف استشهاد شيرين كان يمكن كف لإلي على المستوى الشخصي أنه ممنوع، ما فينا، ما فيي أنا، لأنا بعتبر حالي من الأشخاص
اللي يمكن من النسبة القليلة اللي بقيت قبل الحرب، لأنه أنا أتوقع أنه بعد الحرب رجعت عملنا صححنا شوي المسار، أنه اللي يؤمنون بفلسطين ويؤمنوا بحقية وبضرورة أنه نضلنا نحكي بهويتنا العربية وأنه نحن ضد التطبيع وضد العدو الإسرائيلي، أنه أنا من الأشخاص اللي مفروض وهذا شغلي ودرسي في مكان ما قلت يمكن ما يصير شيء، شو بده يصير؟ الأمور ماشية والعالم عم تنسى، فكان شعور بالذنب على شعور بالتأثر، وأنه للأسف للأسف دايماً الناس المنيحة والناس الصادقة والناس المهنية بنخسرها بمجتمعاتنا على حساب الخيانة والنفاق والتفاهة والهدف والوصولية والوصولية. فكان توقيت الاستشهاد بشخصة هي بحدا هالقد أنا بحترمك بمهنيتها كلها على بعضها ما بعرف ليه صفعة. كانت كف، كانت صفعة، والحقيقة بعده تأثيرها لليوم. يعني استشهد كثير صحفيين في ناس بنعرفهم، مثلا في ناس قلقانين عليهم وينهم مثل نضال الوحيدة، مثلا بتوجه له تحية لنضال الوحيدة الصديق الصديق المشترك العزيز، والله بتمنى يكون بخير وسلامة ويرجع إلى عائلته بخير وسلامة يا رب. بس في ما بعرف شو هو هيدا السر، أنه أنا يوميا بقول لو كانت شيرين هون شو كانت قالت وشو كانت عملت وشو كان رأيها. يمكن هيدي بمكان ما هالت الشهادة، ما بعرف اجا ما بعرف، لانه برجع بقول يعني منا اول حدا حاضر حاضره بقوه ومنا ثاني حدا صح. بس في سر، في سر هي مش معقول. مشهديه موتى ومشهديه تشييع ورحيله وما بعرف، وانا حخبرك شيء اول مره يمكن بقوله. تفضل. وقت الاستشهاد التشييع انا كنت برات البلد، ف وكنت قاعده عم بحضر على اللابتوب اوكي، لانه المحطه ما كانت جايه على الاوتيل يعني. فكنت قاعده بمقهى، فانا عم بحضر وعم ببكي بتطلع بالعالم خي ما كانه في شيء، انه هن عرب يعني، كنت انا ببلد عربي، انه بتطلع انه على لحظه انه في حدا قتلته اسرائيل ماشي ماشي ماشي. انا اللي تعاطف مع اللي بيشتغلوا بالمقهى كان انه كانوا عم يجوا يطلعوا انه شو في هيك، لانه انا كنت اشبه مبنده بعملتها بالقهوه، عرفت كيف تطلع انه اوكي حرام وخلص. فكمان هيدا في مكان ما انه نحن هالقد وصلنا تعودنا على هيدا الموضوع وما بقى يهم. فدايما دايما بستحضر هيدا المشهد بقول انه هالقد ما بالك بما يحصل الان بمشاهد القتل اليومي المروعه، هذه اللامبالاه الكبيره والخطيره التي تحصل على مستوى الشارع العربي جدا بنسبه كبيره، حتى ما اظلم الجميع، لست في محل تقييم احد بطبيعه الحال. طيب شيرين ابو عقل الايقونه، لانها تحولت فعلا الى ايقونه في الاعلام، تاخذنا الى اسئله الاعلام واسئله التغطيه. بدي اشير قبل ما انسى الى انه دكتوره حياه الحريري بالتعاون مع زميلة محمد البقالي أصدروا كتاب قبل سنة سنتين بين سنتين صار له سنتين يعني شيرين أبو عقل سيرة صحفية صادرة عن معهد الجزيرة للإعلام. أنا بقول لك الكتاب يمكن أن يطلب من موجود من مكتبات معهد. موجود لا, لا من مش معهد هو موجود أونلاين. نعم. وحقيقة لما بعد يعني أشهر قبل الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شيرين، كان عندي دايما أنا دايما هالسؤال، وأنت بتعرفنا أنك تفكر أنه لازم نعمل شيء وآخر شيء في أسماء ما لازم تنسى، في أسماء لازم تكون موجودة، وفي مدرسة اليوم شيرين تشكل مدرسة. الدافع اللي كنت عم تحكي عنه ضل مكفى معك، لازم أعمل شيء 100%. فكانت الفكرة أنه شو ممكن ينعمل بعيدا عن قصة انه نطلع نحكي خطابات وشعارات وعاطفة وآخر شيء كتاب يقرخ كتاب، وكتاب عن دراسة وتحليل التغطيات الريبورتاجات اللي عملتها شيرين. ونقيناهم يعني نقينا بشكل عشوائي، وايضا وهذا الجزء اللي انا اشتغلت عليه وهلا بخبرك شو صار بالتحضير للكتاب طبعا.
باخلاقيات الاعلام صح. كل شيء. والجزء الثاني كان اللي انا اشتغلت عليه هو كيف انا بقدر استفيد من التقارير الاعلاميه لحتى اقدر اعمل لوبينج لقضيتي انا. وهون عم نحكي على القضيه الفلسطينيه. حقيقه كمان مشكورين معهد الجزيره جدا، تبنوا هذا الموضوع بشخص مديرية المعهد والزملاء منتصر مرع وانا بدي اعطيهم حقهم، ومحمد احداد ومحمد خميسي، وفي كمان مدير مكتب الجزيره بفلسطين استاذ وليد العمري عمل مقدمه. وانا هون بدي اقول لك انا تبرعت بوقتها انه احضر كل تقارير شيرين واعمل تفريغ. كل تقارير شيرين؟ كل تقارير شيرين موجودين كلهم؟ كلهم موجودين ثلاث ارباعهم على ما اعتقد. نحكي عن انا فوق ال 1000 تقرير بده وقت هيدا؟ بده وقت. موجودين لانه الجزيره عملت لها قناه على اليوتيوب، كل شيء موجود على اليوتيوب انا حضرته وكان بعد بسنة. فما بتتخيل التأثير النفسي والضغط النفسي اللي أنا كنت فيه. أول شيء تعرفت على شيرين أكتر. أوكي أنا بتابع، بس لما تكون مركز من الصبح لعشية قاعد عم تحضر تقرير شخص خلاص ست بقلب اكتشفتي شيرين اكتشفت شيرين يعني. اكتشفت أنه في تأثير هيدا العاطفي بعده موجود، ولأنك أنت عم تحضرهم وحاطت ببالك أنه بدك تشتغل على موضوع معين رجعت بالتفاصيل لما تقعد تركز عليهم تنتبه لتفاصيل كتير بالتغطية عن فلسطين نحن بالطوش اليومي اللي عنا إياها ما بنكون منتبهين لا، وخاصة أنه بلدنا كمان منه مستقر يعني نحن عنا مشاكلنا من 2005 ما أخذنا نفس صح. عرفت كيف؟ فمثلا قصص كثيره المستوطنات كيف طريقه المواقع اللي بنبنوا فيها اكثر شيء ايه يعني كيف مثلا اوكي كلنا بنعرف كنا قبل انه المستوطنات بالضفه اوكي بس جزر. لما تدقي بتشوف السياسه اللي هن بيتبعوها لحتى يفصلوا مثلا المدن الفلسطينيه عن بعضها بطريقه انه حتى بفكره اللي بتنحكى انه الدوله الفلسطينيه ما بتزبط. اي دوله بدك تعملها انت اليوم بكل منطقه بكل شارع في عندك هلا على فكره خلال الحرب هيدي اقر تشريع خمس مستوطنات جديده 100% وفرجينا وين المجتمع الدولي حل الدولتين اللي عم يحكي ويقول انه نحن مع الدوله الفلسطينيه وحل الدولتين كيف الاذى المتعمد طيب. يعني انا كنت عم حط حالي محل الفلسطيني اللي اذا انا بدي اروح من هون لاخر الشارع هيدي معاناه يوميه فكره الحواجز المي الكهرباء بمحلات معينه بالمخيمات فكره عندك مخيم بقلب بلدك وبقلب منطقه صح. كل هيدي تقطيع الاوصال جدار الفاصل كمان وشغلي يعني قصه فالكتاب انا عن جد بدعي الكل طلاب الصحافه خاصه ومن دون اي عاطفه بكل ثقه انا قلتها وبقول انه لما ينقال في مدرسه بالمهنيه مدرسه بالصحافه اسمها شيرين ابو علي شيل العاطفه على جنب في طيب. مدرسه بالصحافه ونحن بحاجه بعلمنا العربي لهذه النماذج نحن بحاجه الى هذه النماذج بحاجه الى دراسه هذه النماذج وهذه الحالات مثل شيرين ابو عاقلي وما ضروري يمكن ننطر ننطرهم ليستشهدوا بمكان ما هذا حافز على كل حال وبدي روح من هون لأطرح شوي هيك لأنه الأسئلة الكبرى اللي كمان بغبار المعركة ما كثير مننتبه لها الأداء الإعلامي العربي يعني يمكن السؤال كبير شوي وواسع لأنه بتصيري بدك تجزء القصص وتشوفي كل الحالة بحالتها بس خليني هيك أعمل لأنه الوقت ما بيسمح لي كان في أداء إعلامي لافت خلال هذه الحرب التغطيات لا بعرف شوي شهادتك مجروحة بالجزيرة يمكن نعم أكيد يعني أنا قبل الحرب دايما بموضوع فلسطين في تعاون عملي بس لنخبر المشاهد إنه ليش يعني في تعاون بينك وبين الجزيرة إيه هي بلشت بالمقالات يعني من كم سنة عن الإعلام بلبنان بمجلة الصحافة أنا بتعاون مع مجلة الصحافة مجلة الصحافة صح بمعهد الجزيرة للإعلام فبعدين طرحت فكرة الكتاب بعدين نعمل تعاون تاني ببيروت تدريب وقتها كان في أحداث عن الحلوة نعم. فعملنا تدريب للصحفيين الفلسطينيين بلبنان وقبلها وقتها أنا عملت مؤتمر كمان عن فلسطين كان في مشاركة للجزيرة فهو التعاون نعم. يعني مع الوقت وبالثقة وال يعني الحمد لله أنه وأنا يعني أنا الجزيرة ليك وهنا ما بدي أعمل دعاية للجزيرة ومش بحاجة أصلاً هني بس
بتختلف معها او بتتفق معها بملفات سياسيه معينه، ما في شك انه هن مدرسه بالاعلام. وبموضوع فلسطين انا كحياه عم بحكي على المستوى الشخصي، انا ما قبل هيدي الحرب وبهيدي الحرب تخطيط فلسطين بشوفهم صراحه مميزين فيه، بما فيها ظهور اسرائيليين على شاشه الجزيره خلال هذه الحرب. هلا انا وقفوا وهيدا احلى قرار تصور معهم يعني. لا هلا وقفوا مؤخرا يمكن يعني كانوا عم يطلعوا خلال كانوا قبل عم يطلعوا أيه. انا ليك بالاخير رايك الشخصي، رأي الشخصي لانه هذا ينطبق مش بس على الجزيره، لا ما يعني لا في كثير محطات أيه. انا بالله على المستوى الشخصي انا ضد بس باخر النهار انا ما في اجي افرض على سياسه محطه معينه أكيد. سياسه ما، بس مثلا الملفت بالموضوع وتشكر عليه اداره الجزيره انه بعد هالكم الهائل من المجازر توقف الموضوع. طيب غير الجزيره كان في مؤسسات اعلاميه لافته بهذا المجال ليك حقيقه لك شو كمان. عندك كمان مآخذ وملاحظات على مؤسسات اخرى؟ لاقول لك شغله، الحقيقه انه الكل عم يجرب بفلسطين، نحن عم نحكي انه الكل عم يجرب يشتغل يعني مثلا بس كلهم ما انت بتعرف في وضع خاص بموضوع فلسطين، يعني مثلا الميادين اللي كمان انا بحبها وبحترمها وانا يعني شو بقولوا طلعت على شاشة الميادين هن بتعرف انه توقفوا عن العمل بقلب فلسطين. بغزة في صعوبة لانه بموضوع المراسلين والى اخره، بس اذا انت بدك تحكي بشكل عام كأداء عربي بهيدي الحرب لا كانت ضعيفة كتير. والله أنا برأيي هيك اللي عمل الفرق هو شيل الموضوع الجزيرة والجزيرة الإنجليزية الشباب المراسلين المحليين الفلسطينيين اللي كانوا على الأرض ما كانوا معروفين اللي فتحوا تليفوناتهم للعالم تشوف كل شيء صار وبعض المحطات ومنها كمان الجزيرة. أنا لفتني كتير الموضوع تلقفت وجودهم وصارت تتعاون معهم إن كان بالجزيرة مباشر أو يعني مثال بتصور أنس الشريف بتصور مثلا عندك إسماعيل الغول أنس الشريف عندك يعني هؤلاء اللي تحولوا ما كانوا أصلا يعني بالجزيرة بتصور وتحولوا إلى مراسلين. مظبوط مثلا هلا بجنين أنا عم تابع يعني صديقتنا شادة حنيشة كمان عم تطلع مع الجزيرة مباشر. فهيدي ضيفة شادة فهيدي القصة إنك أنت كمحطة موجودة فاعلة إلى دورة تستقطب وتتلقف هول الشباب هيدي مهم كتير ولازم يبنى عليها. كنا عم نسأل قبل شوي إذا في نقص بالجانب البحثي في الإعلام دكتورة حياة الحريري، هذه فرصة على كل حال الإشارة إلى دور ديالكتيك أيضا بهذا الموضوع. صح ما هيك؟ أنا عم شو المقصود هون بالجانب البحثي بالإعلام يعني؟ مظبوط، أنت اليوم لما بدك تاخد أنا بشوف في شقين بالعمل الإعلامي، في عندك التغطية الميدانية والأخبار وإلى آخره، وهيدي الإعلام التقليدي اللي عم يعمل دوره فيها. وفي الشق الثاني اللي نحن انا بعتبره مكمل للشق الاول وسبورت له هو موضوع انك انت هيدا الحدث اللي عم يصير له سياق معين لازم نحن نفكفكه، لازم نفهمه لحتى نعرف كمان نكون على وعي، لانه كنا عم نحكي قبل شوي في حرب روايات اليوم. وعلى صحيح. فكره قبل هيدا الحرب حتى بكتاباتهم، يعني انا كثير متابعه هيدا الموضوع وكتبت مره مقال بمجله الصحافه بكتابات الإسرائيليين وأيضا الأمريكان، هن كذا مرة بكل ثلاث أرباع كتاباتهم بيحكى أنه ما في رواية عربية، وعلى الرغم من وجود كم هائل من المراجع اللي أنا حقيقة يعني بشغلي، لأنه أنت بتعرف لا أدعي أن أنا بعرف، لأنه دايما في استمرارية وكل مرة بكتشف قديش نحن مقصرين. صحيح. في معلومات كنز، هيدي المعلومات لازم تطلع ولازم توصل ولازم نحن نستغل وجود السوشيال ميديا اللي في مكان ما هو سيف ذو حدين، ساعد على الانتشار أكثر أنه نكتب، ما ضروري نكتب أبحاث معلقات المادة البحثية لأنه ربما بس لأنه بتنظلم كمان بوسائل التواصل. أيوة الاجتماعي. أنا اليوم مثلا بتروح على الأشياء السريعة اكزاكتلي لا عم جرب أعمله بالديالكتيك، وهي كانتها فكرة إنشاء الديالكتيك أنه اليوم أنا ما عندي معلومات، ما عندي داتا مغيبة بدي روح أفتش. أنت للأسف عم تتعامل كمان الجيل الجديد بعدك عم تحكي أنه العالم عم تفتش على السريع، أنا عم جرب أجمع بين الإعلام وبين البحث باعتبار أنه هيدا شغل الأكاديمي، أنه تقدم أنت تشرح للعالم شو عم بيصير بلغة سلسة واضحة ولكن صحيحة من دون ما تعمل اللي نحن مشهورين فيه يعني بالعالم العربي
الليل والخيل والبيداء وتعرفني، لا بلا يا هيدي بكل سلاسة، ولأنه لازم يكون عندنا معلومات. أنت كل ما يكون عندك معلومات وكل ما عرفت تاريخك أكثر، كل ما استفدت اليوم لحتى تبني للمستقبل. وهذا جزء أنت اليوم العالم عم يكتشف هلأ أنه كل شيء نقرأ وكل شيء وصله من الرواية الإسرائيلية هي كذب. ونحن هيدي لحظتنا، إذا نحن ما بنستفيد منها ومنعمل حضور صلب بهالموضوع راحت. يعني ما بعتقد في أسوأ من اللي عم يصير هلأ باللي عم يصير بغزة. فهيدي دعوة كمان من خلالك للمؤسسات الإعلامية التقليدية والرقمية ولكل مهتم، ونحن بحاجة للإعلاميين وللمراسلين بهالموضوع، إنه لازم ينعمل شغل ومنقدر، وما بدنا كتير شو بدي أقول لك شو بقولوا رأس المال هيدا الضخم. لو كل واحد عمل جزء وعمل واجباته بالتسهيلات الموجودة اليوم، بعتبر إنه بنقدر نعمل شيء. بروح أنا والدكتورة حياة حريري والمشاهدين إلى فاصل تاني وأخير لنتحدث في المحور الثالث عن صيدا وعن جنوب وذاكرة المقاومة بعد الفاصل. رحب فيكم مرة أخرى مشاهدينا في هذه الحلقة من الشارع الحمراء من مقهى تحت الشجرة في منطقة الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت. ربما بدأت بالإشارة إلى صيدا في بداية الحلقة كون ضيفتنا الدكتورة حياة الحريري هي ابنة مدينة صيدا بطبيعة الحال. أعود إلى صيدا، أعود إلى الجنوب من بوابتها صيدا. أنا كابن الجنوب مثلا مروري إجباري في صيدا، وأنا أكون سعيد جدا على كل حال عندما أمر في صيدا وأتعمد المرور في قلب المدينة، مش من تحت ولا من فوق، يعني لا أوتستراد شرقي ولا طريق بحري، لأشم رائحة صيدا حقيقة. الله. وأتكلم بعاطفة الآن لأن صيدا ليست ممر بالنسبة لي فقط، هي أيضا ملعب طفولتي وتعني لي الكثير من الجنوبيين. برحب فيك مرة ثالثة دكتورة حياة الحريري. علاقتك كيف مع صيدا مدينتك؟ هلا ما في شك انا صيدا بتعني لي على اكثر من مستوى، يعني اول شيء هي مدينتي كمان لنكون صيدا مدينتي؟ صيدا مدينه، لا بعيدا عن الانتخابات ولا ولا هذا، لا انه انا خلقت طبعا بنت صيدا وافتخر، يعني في انتماء عاطفي. وقد ما بتبعد تعرف انت بايام الجامعه وما بعد الجامعه الشغل والى اخره، كان التواجد اكثر ببيروت، ولكن في مكان ما بترجع لصيدا. وانا هلا حقيقه يعني بقول لك بهيدي الحرب عندي تعلق أكتر بصيدا. أول شيء أنا صيدا بعتبرها من زمان ضيعة كبيرة، ما بعتبرها مدينة، ضيعة كبيرة. ضيعة كبيرة لأنه كل العيال بتعرف بعضها، كلنا بطريقة ما كمان بنقرب بعض، يعني إلا تتلاقي حدا أخذ من حدا، عارف كيف. ففي أنت وعيد بجو أصلا في هيدي العلاقات الاجتماعية وهيدا الترابط. كمان على المستوى الوطني أو الفكري إذا بدك، نحن وعينا بجو انه مش انه نحن عشناه وقتها قبل التحرير، انه صيدا كانت تتعرض للاعتداءات الاسرائيليه. وانا من الاشخاص اللي كثير بتذكر تماما بمدرستي، بمدرسه رفيق الحرير، كنا نعلق علم لبنان وجيش الشعب مقاومه، هذا قبل ما يطلع الشعار بالبيان الوزاري على فكره، كانوا يبيعوه علم لبنان من عندكم. نحن اللي نحن اللي اطلقناه بالهيدا. وطبعا يعني في بتحس احيانا ممكن بتحس في نوع من اعاده او طرح الاسئله بعلاقتك مع المدينه تبعا للاوضاع السياسيه اللي كانت. يعني انا بدي اقول لك نحن من زمان لما كنا ننزل بالمدرسه ينزلونا رحلات على بيروت، كانوا يسالونا انتم من وين، نقول لهم من الجنوب. مرقت فتره بعد 2005 صارت العالم ويمكن لا شعوريا من صيدا. ففي اذا بس هي طبيعية انك تقولي من صيدا يعني. اوكي بس انه لاني انا عشت بقلب صيدا وبعرفها لصيدا ودائما انا موجوده بصيدا، يعني انا ما بغيب عن صيدا حتى لو لما بكون ببيروت. في عمليه محاوله فصل وسلخ بين صيدا وبين مناطق وقرى الجنوب، ولكن فشلت بطبيعه الحال. هيدي قطعت بفتره معينه بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري لسنوات وظهور ظاهره احمد الاسير وهالقصص هيدي اثرت سلبا على العلاقه بين صيدا والنقل الجنوبي. لا العلاقه بين الناس، لا
لأنه ما فيك تفصل. ما أول شيء حتى على المستوى الاجتماعي نرجع لنفس النقطة، في علاقات قرابة وفي علاقات صداقة، وصيدة هي امتداد لجنوب وجنوب امتداد، ما بتزبط. ما بعدك عم تقول أنت ممر إلزامي الصيدة غير الموضوع العاطفي الأخري، ولكن انشغل بطريقة ما. والأهل صيدة أنا بشوفهم عاطفيين، بس بقول لك أنه ما بضيعوا البوصلة. يعني أنا اليوم فخورة بموقف العام بصيدة اللي هو طبعا مؤيد للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، واللي رغم كل الحملات الإعلامية ومحاولات التشويه على مستوى لبنان ككل بما يخص العدو الإسرائيلي وموضوع التطبيع، صيدة رافضة كانت لهيدي الحالة الشاذة اللي نحن بنعتبرها وخيارها دايما فلسطين ومقاومة. وأساسا لما ما نحكي عن صيدة ما فينا نحن نتجاوز فلسطين وننسيها. يعني أول مخيم من عمل عين الحلوة 40 هو كان عين الحلوة، عاصمة الشتات الفلسطيني. فصيدة تعتبر جزء طبيعي وأساسي أصلا بموضوع القضية الفلسطينية، وصيدة قدمت شهداء. فينا ما نتذكر معروف سعد مثلا على مشارف فلسطين. وليك أنا حقول لك شغلي، وهون عززت عاطفتي تجاه مدينتي، غير أنه هي مريحة وضيعة كبيرة والخط الوطني والآخري. أنا لما اشتغلت رسالة الدكتوراه وهون بدي أشير لها، بطبيعة الحال هي عن كانت عن مرحلة ظهور رفيق الحريري بين 79 والتسعين، يعني قبل ما يصير رئيس حكومة. نعم. بطبيعة الحال بدك القيادة السنية في لبنان، دراسة حالة رفيق الحريري من 79 للتسعين، كيف طلع رفيق الحريري، ظاهرة رفيق الحريري طلعت. بطبيعة الحال أنت بدك تحكي عن صيدة، عن العائلات السياسية، عم نحكي عن بين 79 و90. هذا هو الكتاب مشاهدينا باللغة الإنجليزية وصادر عن دار زمكان. صحيح. نعم. فأنا مثلا بقول لك كمن صيدة تعرفت أكثر وتفاجأت بمحلات إجابة بتاريخ مدينتي، وزعلت في مكان آخر. والله أنه أنت اليوم أوكي نحن بنعرف في معروف سعد، بنعرف المظاهرات اللي كانت تصير فترة الاحتلال الإسرائيلي، بس في كمان هيدي التفاصيل اللي أنا بتهمني وبحبها، والعلاقة تاعت الناس وكيف كانوا، يعني في قصص موجودة بالكتاب موجود. كيف كانوا يجمعوا مصاري العالم مش القوى السياسية. نعم. ويروحوا يخبوا سلاح على شط البحر لتمرق السفينة أو ما بعرف الفلوكة يهربوها قال على فلسطين. هيدي قصص أول شيء بيكبر قلبك فيها وبتخليك تشعر بانتماء أكتر، وبتقول إنه هيدي المدينة لعبت دور، وهي أصلاً لعبت دور. وللأسف يعني وقت اغتيال الشهيد معروف سعد، ما هي اعتبرت الشرارة الأولى اللاحقة، يعني تبعتها بعد أحداث لاحقة لو وصلنا للحرب الأهلية. فكل على بعض صيدة حالة مظلومة في مكان ما، نحن مقصرين، نحن اللي ظلمنا أهلها مقصرين بحقها، لأنه فيها تاريخ. وحرام ما يكون معروف لأهل صيدا من الجيل الجديد ولكل لبنان كمان. في شيء من الغربة يعني بالعلاقة بين أهل صيدا وصيدا نفسها؟ لا ما فيه. أو خليني أقول بين صيدا والبلد الوطن ككل. يعني أنا كمان لأنه هون في ضيف على عم تحكيه، أنه دايما بس امرق بصيدا وفوت على صيدا وعلى المدينة، يعني بقول أنه عن جد مظلومة المدينة. لا مظلومة ما بعرف، يمكن الإدارة المحلية في المدينة يجب أن تكون أفضل بأدائها، ما رح فوت على التفاصيل، ولكن على الأقل يعني هذه صيدا خزان ذاكرة حضارية رهيبة جدا حياة. أنا حقول لك مني أنا يعني بنت المدينة، لا تقل شأنا عن أهم المدن في العالم. مزبوط. بقولها بكل سنة. مزبوط. وهذا يعني حكي مؤسف أنه هالقد نحن مقصرين، دائما نحن بنحكي عن صيدا وصور ومدن فينيقيا وتاريخ وأنا حقول لك أنا كحياة، طب أنا بنت المدينة ونازلة قبل على البلد وإلى آخره، ولكن أنا مش من زمان كتير لعرفت كتير تفاصيل ومواقع عن أثرات ويعني تفاصيل بقلب صيدا البلد، اللي نحن بس كنا ننزل هيك على الشارع البراني ما كتير نغمي. هذا اللي كان قصدي بالغربة، يعني ما بنعرف حتى هذه الحالة بتنطبق على مدن تانية وعلى ضيع تانية، يعني وفي تقصير. وأنا هون يعني دايما حتى نحن يعني كأصحاب من صيدا لما نقعد نجتمع مع بعض وهيك دائما بنقول انه لازم ينعمل شيء. طب ليش في طاقات، في مبادرات فرديه عم تطلع، بس نعم للاسف في تقصير ما بعرف شو سببه بالمستوى السياسي او القيادات
الموجودة بالمدينة. صار في محاولات، يعني أنا بقول لك مثلا واحدة من القصص اللي بتقهرنا كلنا بصيدا، كلنا، إنه ليه صيدا بتشتغل برمضان وبعدين بتختفي؟ إنه طب اللي نعمل برمضان مدينة رمضانية، مدينة رمضانية طبعا، بس إنه فيها تكمل. لما بتكون مدينة على مدار السنة، أنت كل شهر يا عمي، كل شهرين فيك تعمل، وعندك عندك أنت اليوم صيدا القديمة بدها شوية تنظيم وبدها قرار، بعتقد بينعمل بأبسط الأمور شغلة كتير أساسية وكتير حلوة. في الخانات، في السوق القديمة، في الكنائس الأثرية، الجوامع الأثرية، البيوت، كله في أهل المدينة والأنشطة اللي عم بتصير، اللي هي بتفرج إنه إيه يعني، بس ربما بدك تنشطي وتحطي هيدي الحركة بي يعني تعطيها مساحتها. وعلى كل حال يعني برزت بآخر كم سنة رغم الأزمة في فعاليات ثقافية مهمة جدا في المدينة. وفي نقطة مهمة معلش، لأنه عم نحكي عن صيدا يمكن ما يكون وقتها، بس كمان أنه لازم تنحل مشكلة النفايات، لأنه هاي مشكلة هيدي مشكلة المشاكل بصيدا، وللأسف يعني وما بعرف ليه أنه نعمل من ما بعرف كم سنة معمل نفايات بصيدا، وإذ هيدا المعمل بسبب الصراعات السياسية الداخلية بالمدينة صار مكب. يعني احنا شلنا المكب، عملنا معمل، صار هو رجع مكب. وهيدا ما يعني انا كبنت صيدا بحمل السياسيين الموجودين بالمدينة. على كل حال عندما يقال صيدا يقال عكا ايضا. مزبوط. في توأمي هلأ، توأمي ربما بدها ترجمة فعلية حقيقة، ظرف تاني. أنا هلأ بتعرف لأنه على السوشيال ميديا دايما بشوف صور وفيديوهات عن عكا، في تشابه حقيقة، في تشابه الصورة هيك إذا بتحطهم هيك اتنين في تشابه عمرانيا. حتى في منطقة بصيدا أو شارع اسمه عكا، ومرة حدا عمل، أنا لوهلي فكرت عن جد عكا، بوابة عكا، ومرة نعمل ريبورتاج على السوشيال ميديا ففكرت عكا طلع لا بقلب صيدا. وإذا بتنزل لتحت بتسأل أهل صيدا والفلسطينيين الموجودين بصيدا من وقت ال 48 بيقولوا لك، تقول مثلا إذا بتسألهم صيدا شو بيقولوا لك؟ عكا، وخاصة هي المنطقة القديمة. صح. فهيدا شيء كثير في شبح، لازم ينعمل عليه شيء ولازم يبنى. أصلا يلا. تاريخيا أنت بتعرف يعني هيدي المنطقة كلها نحن فلسطين واحد. صحيح. هذه ما فيك تفصلها وما حتنفصل. ولو شو ما عملت لا فيك تفصلها لا بالثقافة ولا بالفن ولا بالسياسي ولا بالأرض ولا بالتاريخ ولا 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 شيء. في البرتقال كان تاريخيا قاسم مشترك كل هذه المنطقة الساحلية، صح، بين صيدا وعكا. يلا بدنا نعمل شيء بصيدا، يلا ندور على الموضوع. ليش لا، بس منبلش من الكنافة بالأول. أول شيء قبل ما نعمل نحكي مع أي حدا. هلا بيقولوا لنا المشاهدين إنه ليه أنت بس ولا أنا بس. طيب شكرا لك دكتورة حياة الحريري على هذه الحلقة من شارع الحمراء، من هنا من مقهى تحت الشجرة. أجواء عن جد لطيفة جدا، حلوة، رايق، ما في عجقة، ولو انه لما يكون معبى بس بتحس في محلات بتفوت بتختنق، في محلات لا بتحس براحه نفسيه. صحيح. فيعني لا محل لذيذ جدا وقهوته كتير طيبه، وفي المكتبه كمان يعني جامع الكل، ومعلي نحن طفينا له موسيقى بس كان في موسيقى حلوه كمان. اختياراتهم جيده على كل حال. شكرا لك مره اخرى الباحثه في الاعلام والسياسه دكتور حياه الحريري. شكرا لفريق العمل ولاداره مقهى تحت الشجره، وشكرا لكل المشاهدين الذين تابعوا هذه الحلقه من شارع الحمراء. الى اللقاء.